على مدى يومي 27 و28 من شهر أبريل من عام 2016، أقامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات ورشة عمل حول تمويل الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي في فندق انتركونتيننتال جولف دبي. وبدأت الورشة بكلمة للسيدة هناء المرزوقي رئيس قسم التأمين الصحي وزارة الصحة في دولة الإمارات حول نظام الرعاية الصحية في الدولة. ثم شاركت تجربة هيئة الصحة في إمارة أبوظبي كل من السيدين مروان النابلسي مدير تمويل النظام الصحي والسيد محمد الحاج مدير إدارة علاقات شركات التأمين بهيئة صحة أبوظبي. وبعد استراحة قصيرة شارك الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي برنامج سعادة والتي أطلقته هيئة الصحة في الإمارة. وفي ختام اليوم الأول قام السيد حمد المحياس المدير التنفيذي بالشركة الوطنية للضمان الصحي ضمان بنقل تجربة الشركة في مجال التأمين بإمارة أبوظبي. أما في اليوم الثاني فقد تمحورت الورشة حول الشراكات مع القطاع الخاص، وقد كانت الجلسة الأولى مع السيد التيجاني حسين من إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي الذي تكلم عن مساعدة الحسابات الصحية في اتخاذ قرارات التمويل الصحي. أما عن تجربة وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية فقد تكلم عنها السيد عقاب بن عبود المشرف العام على اقتصاديات الصحة في المملكة. وكانت شركة أبوظبي الدولية للخدمات الصحية حاضرة عبر المهندس تامر عقل مدير تطوير الأعمال بالشركة، والذي شرح الشراكة بين القطاع العام والخاص في إدارة الأقسام التشخيصية بالمستشفيات وطرق استثمارها. وانتهت الورشة بكلمة للسيدة هيفاء صيداوي مدير عام شركة جلوب ميد جلف حول إدارة دورة الإيرادات. وفي الختام تم تكريم الحاضرين وأخذ صورة تذكارية معهم.